FM. الكل ملك. بارت اليوم. تحضر بحضنا الشيف حنين بوذينا. مرحبا حنين. هلا مال. شنحويلك سبا؟ مرحبا بيك معنا على كاب اف ام. دونك حنين كي العاده باش نحضروا حاجه مالحه وحاجه حلوه اليوم. الدنيا برد. بعد على الاخر لازمنا حاجه سخونه باش ندفئوا بيها. على هذيك اخترت لهم جوج حاجات سخان. جايين. دونك معناها الماكله نتاعنا اليوم متماشيه مع موجه البرد اللي قاعدين نعيشوا فيها. بلوس ساهلين فيسع باش فيسع نرجعوا ندفئوا وما نتعبوش باشا في الكوجينه ونقعدوا نغسلوا في الماعون باش. اي سورتو الماعون. نبداو بالحاجه الاولى اللي هي سوب بالقرعه اليوم باش نعملوا. شوربه قرعه. سوب بالقرعه الاخضر. ناخذوا 4 قرعات، زوز كعبه بطاطا، زوز كعبه بوارو، وحكه كريم فريش باش ناخذوا شطه. بالنسبة لناخذوا القرعات المطفون نحولوا من القشرة نتاعهم كيف كيف البارو والبطاطا، نقصوهم نحطوهم في كاسرونة نعبيوها بالماء ونحليهم يتصمتوا. لين يطيبوا وينقص الماء على الاخر. خليو في معناتها نخليو شوية ماء. بعديك باش نمكسيوهم بالماء نتاعهم. بالماء نتاعهم مش برشا باش ما تجيناش جاية برشا، يعني ميزانة شوية ماء مش برشا. خليو شوية نمكسيوهم. نحطوا ملح فلفل الاكحل، نزيدوا شطه حكه الكريم فريش هذيك ونرجعوا نحطوا على النار. الكريم فريش تحط على النار وتتخلط هكا فوالا ونقعدوا نحركوا. كان جيتنا احنا دو بريفيرونس الماء نتاع الكورجيت كان جا باشا نقصوا وهي طابت الخضر نقصوا منه نمكسي وبعد كده نتبعه باش نتحصلوا على معناتها تكستور ماهيش جايه باشا وماهيش عارفه ما بين البنين معناها لازمها تكون ويقعد القوه نتاع الماء هذاك. سوب بنينه شبهها شويه للبرودو. اي شويه اما اقل فيها خضره. اي زايده الكريم فريش ونصورها بنينه على الاخر معناها على الاخر. اي نجربوها معناها الناس الكل في ديارنا اونتري ينجح برشا ينجح برشا. بالنسبه للحاجه الثانيه اللي باش نحضروها هي الشوكولاشو. الشوكولاشو نستحقوا فيها 100 شوكولاته كحله، غوس دو فاني، 200 غرام حليب، نقولوا 20 سنتيلتر، 15 سنتيلتر تاع كريم ليكيد، زوز كعبات قيموف، وساشي سكر فانيل اللي يحب يزيد. كيفاش نطيبو؟ كيف السكر ثم شكون يحب يزيد للي يزيد ما اكثرش من مغرف. اي انت وقتها بتحب حلوه هي سورتو كيما قلت انت الشوكولاته حلوه دو بريفيرونس ما نزيدوش السكر. كيفاش نطيبوها حنين؟ كيفاش ناخذوا الشوكولاته نتاعنا نذوبوها على شيا وناخذوا في كاسرونا الحليب والكريم فريش نحطوهم يذو معناتها يسخنوا هما بداو على النار بداو يغليو نخلطوا عليهم الشوكولا كيف كيف كعبات قيموف ونقعدوا نحركوا بالكدا باش نتحصلوا على التكستور موسوي على الاخر باش ما تجيناش باش يذوبوا لي بيبيت نتاع القيموف والشوكولا وتدخل بعضها تكون التكستور سمحه على الاخر. اي متناسقه معناها الكل متناسقه. اللي يحب يزيد بعديك كي احنا باش نهبطوها على النار نخليوها ببخي دقيقتين 3 دقائق تغلي ما اكثرش. نهبطوها على النار. اللي يحب يزيد نوازيت والا يحب يزينها بعديك بالقيموف كعبات قيموف من الفوق والا نجم حتى كي تبعد شويه يحط كريم شانتيي. فوالا هي حنين فما برشا ناس تعمل الشوكولا شو جهة عاقده ياسر نجمو شنو تقول لهم انت نجمو نحلو بالكريم فريش والحليب كيف كيف نتبعوا نجمو خاطر هي ما تجيش هكا اللي عاقده برشا فريمون خاطر بعد ما تبرد شويه باش تولي ما عادش نجم تاكلها معناها ما عادش نجم تشربها باش تولي لك كيف ياسر اي هاك يحلوها بالحليب السخون وتنجح كما قلنا زيد في الطقس هذايا واللي جات زيد جاي نجم يزيد كونتيتي نتاع الشوكولا بليش نشي معناها لا لا بليش نشي باهي داكوغ كيما قلنا في العشيه تنجم تعمل شوكولا شو في الدار تمشي في الصباح في العشيه في الليل في كل وقت وسورتو شوكولاته كيما نعرف
تعدل لعصابك اي سورتو سورتو النوار باهيه فيها برشا فيتامينات نشاط فيها المغنيسيوم فيها برشا حاجات باهيه دونك ننصحوا بها الناس الكل وما تسمنش الشوكولا نوار سورتو اي سورتو سورتو بالحق ما تسمنش اما ما تزيدوش عليها السكر كي بالكم الناس الكل نتعداو للاستيوس نتاعنا لليوم حنان باهي لاستيوس اليوم كونسيرن الحم وتطيبه نعرفوا باش كي يحطوا اللحم يتشوي في المقله هاو شدلهم بعديك هاو جيهم الحم يابس تقام يتعاركوا مع الحم كيفاش باش يقصوه كيفاش باش يعديوه في الماكله دونك شنعطيهم انا الطريقه الصحيحه نتاع الكويسون اول حاجه كي يحطوا الطرف الحم يفوحوه الكل يحطوه على المقله بشويه زيت اكاو ما يحطوش برشا بعديك يخليوه لين احنا بعديك نتبعوا بالبواله كان تحرك من بلاستو معناتها سي بون راهو طرف الحم نجمو نقلبوه به وكان ما تحركش نخليوه راهو مزال به هكاك نتحصلوا على الحم موالو من الداخل وفي يعمل لنا كل كوش متاع الكروت من البارع يعني المهم حنين ما تبديش تقلب وتعاود خاطر كان نقلب ونعاود الماء متاعو الكل يهبط اللوطه هكاك يزيد يشيح اكثر ويولي يابس دونك احنا نحبو نستحفظو بالماء متاعو في وسط اللحمه دونك نخليوه لين يطيب ولين يتحرك من البواله وحده فما شكون يقول لك حنين زيد اللحم لازمك تفوحو من بعد صحيحه هذه ولا والله بالنسبة للفاح العكس أنا مناعي العكس على خاطر لازم يدخل في بعضه في الكويسون هذا بيا بصور نفوحوه من الأول نحطوه يتيب تهبط الشيرة الأولى كي نعرفوها كيفاش تهبط معناها تولي تتحرك ندوروه الشيرة الثانية كيف 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 حتى البوالة ما نفخصوش عليها وساعات نقرشوها البوالة فوالا سهلة برشا الحكاية وهكا يكون اللحم طاب بالقديه وبنين وسخته ماهوش يبس سخته يعطيك الصحة حنين ميرسي بوكو دونك ان شاء الله الجمعه الجايه كل عاده نحضروا حاجه جديده ان شاء الله يعطيك الصحه كاب افام الكلمه ليك